أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. طقس الغد تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على الدولة، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائما ومغمرا أحيانا على بعض المناطق، مع سقوط أمطار متفرقة على مناطق مختلفة خاصة المناطق الساحلية والجزر، ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا على البحر وعلى المناطق المكشوفة، تثير الغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، والبحر يكون مضطربا في الخليج العربي وبحر عمان.